أزولي مزيغاً مزيغين، تحية نضالية أمازيغية لعموم المناضلين الأمازيغيين. اليوم كانت جنازة ديال الفقيد محمد شاشة، الكاتب والشاعر والمناضل الأمازيغي، باسم أمازيغ راس كبدانا، سقي اسمي مزيغ نشبدان نتشين نتبرأ نتبرأ ولا نتحمل أي مسؤولية فيما حدث اليوم في جنازة الفقيد، ونحمل كامل المسؤولية للجنة العروبية القومجية البعثية التي يرأسها المسمى والمدعو جمال كتابي وصديقه فريد أيت الحسن، اللذان صهرا على نقل الجثة من هولندا إلى مسقط رأسه برأس كبدانا ليدفن هناك. نحملهم كامل المسؤولية لأنهم هم الذين زعموا أن الراحل وصى أن يدفن هنا وأن يدفن بتلك الطريقة، وأنه صلي عليه في هولندا. نحمل المسؤولية، كما نحمل المسؤولية أيضا لشقيقه عبد الخالق شاشة الذي راضخ واستجاب لطلب هؤلاء بعدم الصلاة عليه قبل دفنه، وهذه أكبر إهانة يمكن أن توجه إلينا. أكيد نحترم جميع القناعات، نحن أمازيغ مسلمون ونحترم الأمازيغ ذو القناعات الأخرى، ولكن لا يمكن أن نسمح لأي كان أن يمرر علينا إيديولوجيته باسم الأمازيغية، أو أن يستغل الأمازيغية لنشر أفكار وتوجهات سياسية غير معنية بالأمازيغية. كما نحمل مجددا ومجددا المسؤولية، كما أقول وأعيد، للجنة العروبية البعثية القومجية التي أساءت إلينا، والتي ساهمت في أن تكون أن تمر هذه الجنازة بشكل لم يرق لنا. كنا نتمنى ونأمل أن تمر الجنازة في أحسن الأحوال وأن نصر عليه، ولكن للأسف تلك اللجنة فعلت ما أرادت باستجابة الأخ عبد الخالق شقيقه. للأسف للأسف للأسف.